سبعة دقائق كان فريق ضدك خير ولا فريق العمالقة وفريق الأقزام الأغاني، والآن سنبدأ بفريق العمالقة وأغاني وطنية. Dieu sur notre avenir nous peignons les meilleurs jours et que notre drapeau flotte et toujours vivre en paix Dieu 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 الله على مستقبل نسخينا احنا نحن تو نحن الله على مستقبل نرسم احلى الايام ونخلي عالمنا يرفرف ونعيش دايما في سلام الله تحية لنجمتنا الكبيرة صوفيا صدقية للأغنية لكم توا فريق الأقزام. Avez-vous bu du Nil? Avez-vous essayé chanter? Tu as essayé quand tu étais triste de marcher dans ces rues et de se plaindre? غنيها لنا. ما شربتش من نيلها طب جربت تغني لها جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها. برافو. حاضر غنيت كلها. لحظة نحب وليد برك يركز باش يجاوب سمعنا. La sûreté et la sécurité, les gens vivent ici l'enfance, la vieillesse et la jeunesse sont heureuses et la maternité. Sûreté. Sûreté شنو؟ سيوتي. عرفتها الغنية. لا سيوتي شنو؟ سيوتي. بالعربي. بالأمن. فوقتي. سيكوريتي. الأمن. بالأمن. سيوتي هو الأمن. الأمن. سيكوريتي. أمان. دونك شو تولي؟ تولي بالأمن والأمان يحيا هنا الإنسان بالأمن والأمان كبيرة جدا فريق الأقزام. Qu'est-ce que l'Égypte a gagné de ton silence? Tu ne t'exprimes donc pas? Tu écriras demain sous tes propres conditions, c'est une bonne nouvelle. أحسن أغنية وطنية تعجبني في العشر سنين اللي عرفتها. خدت إيه مصر بسكوتك ما تستغربش ما تستخسرش فيها صوتك تكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير وشو صحيح معنا روعة Celui qui a construit l'Égypte était à l'origine un pâtissier et c'est pourquoi l'Égypte, ô enfant, la plus belle des belles. Pâtissier, شنو هو؟ حلواني. Donc الغناية اللي بنا بنا مصر كان في الأصل حلواني عشان كده مصري يا ولاد مصري. برافو برافو برافو. Son ciel et son sol, je jure par ses chemins et ses portes. هذيك بحلف بسماها وبتربها. والجواب صحيح، برافو. أغنية شهيرة جدا سي وليد. جير دون لا تونيزي فيرت افيك ان امور كي ديباس ميز اسبيرانس فوسي مون اوريجينال اي مون انيفيرسير فوسي ما فامي فوسي ما ريزيدانس.
واضحة. يمشي لتحيا تونس الخضراء حبا. المقطع بتاع أهيمو بتونس الخضراء. برافو. عرهنا سيد المخرج شكرا ليه اللي هي أغنية الطفولة متاعك بني وطني. يلا وليد. بني وطني يا ليوث الصدان وجند الفداء نريد من الحرب فرض السلام ورد العدا لأنتم بنات العرين أباد نشدتم لدى الموت حق الحياة مدى ومدى وكنتم تريدون رسل النجاة وسبل الهدى. الله 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 يعطيك الصحة. شكرا ميرسي سفيان يعطيك الصحة. شكرا ساعتي نورك. شكرا ان شاء الله قلوبنا مع اخواننا الفلسطينيين وان شاء الله يا ربي ديما موافقين وان شاء الله الاخبار اللي ولينا رجعنا لكيامات نص الليل مساعة ما تلافة بالتيك توك بالانستغرام باليوتيوب نتابعوا الاخبار كما يلزم ان شاء الله يا ربي ربي وفقنا. شكرا.